تحت شعار الوسيلة التعليمية دليل وإرشاد، انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الأول للوسائل التعليمية في مدينة رجدلين. بعون الله أو بفضل الله افتتح المؤتمر الأول يوم 13-14، كان افتتاح جيد جدا إن شاء الله. العديد من الورقات العلمية شاركت فيها 13 ورقة علمية، تخلل هذه الورقات مجموعة من الأساتذة. لجنة التقييم كانت حاضرة من مجموع ثلاثة أساتذة أو ثلاثة دكاترة موجودين في لجنة التقييم، كان الحضور ممتاز جدا. تم تنظيم المؤتمر بإشراف مكتب دعم وتمكين المرأة بمراقبة تعليم رجدلين وبرعاية المجلس البلدي والمعهد العالي للمهن النفطية والعلوم التطبيقية، حيث تم استعراض عدد من الورقات التعليمية تحدثت عن مدى فعالية استخدام الوسائل التعليمية في رياض الأطفال، فضلاً عن الريادة والابتكار وتحسين نوعية التعلم والتعليم. الجهاز الهيكلي لجسم الإنسان هو يتكون من 206 عظمة، وهو عبارة عن جهاز يتكون من مجموعة عظام تحمي الجسم وتعطيه الشكل المميز، وهو ينقسم إلى أجزاء علوية وأجزاء سفلية. الجزء العلوي يسمى الجهاز المحوري، والجزء السفلي يسمى الجهاز الطرفي، وهو يتكون الجزء العلوي من الجمجمة والقفص الصدري والعمود الفقري، والجزء السفلي يتكون من الأطراف العليا والأطراف السفلى، والجمجمة تتكون من 29 عظم. وفي ختام المؤتمر قدم الحاضرون توصيات للطلبة والمدرسين حول ضرورة إيلاء المجال التعليمي أهمية قصوى والتطلع دائما لتطوير القدرات والمعارف لبناء مجتمع أكثر وعيا وثقافة.